ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن ان وفي مركز اللي يراه القرآن كله مي وحرنا ما قضان تي باي بكر أيام هرت مغلي شري هرت أرين كاسوا رأي كافر قلب ذو حلا إن هاي راليات كأهان إنسان سيد هذا بوحي دم كل عاي وحسوا ما ليه أدنى رالي كتايمة دت أن سيجار وش على هاي وأنا كسبت وحان أجا هيدا ديبين دين يهين دت سوا ما ليه نبدأ يكون تاين إني تاي صاحب بدي أجلس مياشة أما إذا دت كراه الله حلي بعندنا أما أضياشة حمان المجدين هذلك أي رادين عربك كبابي سوشيال ميديا أنا كفائدستي مارك إنتاس مبانديرا طبعا أرنتان مارك إن كسوت إنه كون فرق البيت دولة اللي ما وحتى قلها شعب كتر سن وارد ويتو لور بلوت كور وحد كنا واقلين كود لد لي رادتو سين قرن وواد هلي جرتين ودولة معارض جرتين طبعا مدحوينه يرزل وزاريه مارك دنبلا كولانتين كل ده الشغلة هذه حقيقي كده بيس. وما سنت سؤال في عن ويا أنا جو معارض ما بقى هيني ما عينا بحوا هاي توسين قرنينا وحتوسينه. توسين تي وحلو سو جاري شرعية دي ووينا أدل كهر تبين تقولها إن سو وناج إيه النبض إيه هرو مرة إن لو أنصحي. مركز أنا جونا وأركي إن أدل كانوا إن إيه مثل حديث إن إيه تاعي. حدي وحي بقى توسينهن. reason هذا أنك دولتي أنا أسيح حق حقنا ما بتجرين بقى حتى أنا وحنا قلت حقنا هاي أرد كل ذي وارد سنتو كل ذي متقنا كل ذي باب بعضي معها مع المهنة أنا أركض دونت إن شاء الله تعالى دو إلى إرادو أنا مركز سنة وحنا قلت حقنا هاي أنا وحي قلدنا أنا وحك صحنا مسؤولية جار هون الصارم وحي إنك حمانة يعني ما دام ما لحد يوصل يسأل لك كل أنتين إن طبعا ليدن أمسي ما دحضا إنا الله كولان هورت الدين بماها ما دحضا نقا دوراني وانا كوفا رحسن هاي رونتي هورت ما دحضا إنا الله كولانو ما دحضو قرب نوالا دهاي وناق نوالا دهاي وحي وناق وكو تاقيرينا لكن وحا قلدان كو تاقيري مينا وحا لان هاي وحا وقل دين هنا كجوغ هدين ادقي سنة يان هدين ادقي سنة يان وحاوا دبعا مركز ومسورية كتابا كو دارني إذن جيد وحي رنح وميل أو فردينين مجرتو وانقعما اسم سارنين ميقرانيسا لكن أنا جو حان كفيرين إني ورما دام أضل كان وضل جل أحسن أويه هذا وترب بدن أكوري أحسنه ومد بديت يمد جده أنت بأوليه وحان إصلاحين ومرحلة دان هلا جا جد ب سوى ذا جرة أيا نقول إيش إيه دهني وحيا رب بدن رنتي دليل لا وبرلمان كان لحديثة كدعي وهجران وسيدا شرعية شرعية ترب بدن وبرلمان كلام مرسيي وبرلمان كأنا لوكينين أنا جو كفكرة إن وروح أنا حق تاني ما دام الدل كذي أبر وردك وإسكن جل حسين يعني وهاد الدولة ترب بدنها ما جرنا يسا يشيك إتلاجنس جودي وونا ده جوجا وولي حدوده هنا يركن ست طبعة وما إلى شكرنا أنا بقول ما راسك في جرين أيام شرعية بدن أيام باسك أيام أيام مل أيام مل مرينة عد قارون وقدر نيني نيني مجرين وحان إسلام دلك الله قدر نيني صابت هذا وقت إثيوبيا إني إن هشيس أي لقلين مدحينها مملكة سومالا هشيس كاسن الشرع دروها وفكس سومالا واتابني هشيس كاس السجع سيدن أجور تجيل هن إن عن صاحبة أن لهن أن حوجنا ودن كما تقعنا الدفاع إن الدفاع عن أيام هرت واحد بدن أيام أفضل ديني أن جا معارض دولة ديننا كم أهين هدي أضوح صحي سيدنا معارض متيت معارض متيت إن جنب بنتي وحرب أنا كويتي اللي بان عن نوب وحاجر الشركة وذا تشي مدرسة وذا تشي قرن أو ملحوينها إيو طبعا ملحوينها شما مملكة بلادي هذا حنقول هاي xiriirka dawladda iyo Puntland meesha uu marayo koonfur galbeed ba hadda kusoo darsantay muddo shirki lama qaban marka ma la sidii kara shirarkaas madaxweynuhu inuu isku keeno maamul goboleedadii intii uu haystay uu sii hayo arintaas gaabis baa ku yimid ma la oran karaa waa mahadsan tahay horta Puntland inay maqnaato annaga waa ka xunnahay sababtoo ah Puntland waa maamul Soomaaliyeed رنتي دلك عند الدولة ديسكي سقيب وين أي كاهين
مسؤولية صورت أنا قدرنا إن صارن تاي سجارة وحي أصارن تاي مدحين حسن الشيخ محمود يرئيس الوزراء حمزة عبد البر إن يحل جارة إن تيسك صارن صورت أي كانان بدلان يتبشوا ينكر الحليه دتك تبشر لجمه وعي وحنا ملاينا شعب غير بدلان إن يسديدنا دولة دولة مركا وحي يروجر إن الرياضي دتك الحليه ودتك الأسقوة صورت ولجمه مرمان صورت عدو بدن أيام لنا وأكو صهري أفرتي جوبتي ewayahan aanaha iyo malabka la isku aha shirkooda in badan oo kamid ah dib u dhac dib u dhac dib u dhac uu ku yimid sababtoo ah ogos inuu dhacay ahay ogos ma dhicin hadda september ayaa geba geba ilaa hadana anaga wax cad oo aan haynaa ma jirto buuqna waa iska bilowday buuqna waa bilowday marka runtii aniga waxaan aaminsanahay qaladaadkaas oo dhan oo dhacaya iyo dib u dhacaas yimid xoolay kala shaki ya jira kala shaki waa la yiri kala shaki yaa kala shaki waxaan is leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo raggii odayaasha ahaa sida gaarka wax isla watay ayaa xoolay kala shaki aan is leeyahay annagu laakiin waxay isla wateen iyo waxa heshiiska lagu ahaa dhinaca wanaagsan un baan ka fiirinayna war dad isla madax isla socoto waxaan lahayn war isla socdo annagana gadaala idinka taaganna ma ogeen horta waxay ku wada socdeen haddana waxay ku kala tageen in shirkooda wuxuu u baaqday dee madaxweynaha la weydiinaya annaga warka maayo ugu dambeyntii waxaa tahay xildhibaan muddo ku soo jiray sidaad sheegtay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrimahan hadda jira iyo waxyaabaha muuqmuuqda marka aad fiirisay taladaada ugu dambeysa maxayd anigu taladayda waxaa waaye sideedaba horta wixii na soo maray waa inaan cashar ka barannaa هول اللي اسكي عليا اللي ما الباب كان لقى عليا سركان اللي عليا شعب اللي عليا شعب العنا قبطايا فات كذا إيا وضد عصمي شيء كله ما نسى قف كستو صومالي حق غير ويح وحن لا هي مدحينو وضد عسلة صو أركتي ونقصه جامسي الله هذا وضد عن والقد والقلدم ده لقى جو أنا وحن قبهرت إن لقى جو وضد كصومالي عبورنت لقى داعيو waxay shiis lagu yahay in baan hore ugu socon karnaay mar hadii la iskhilaafo waa jilcayna cadawguna waa jilcayna marka taladeena waxay tahay war cadawguna waa nagu dhex jira oo naga faa'iideysanaya oo ninka sabay dhigtu wax uu sheegayay war dadka soomaaliyeed oo isjecel yaana qabiil iyo maamul gaar loo faquuqay war waxa lagu keeni maayo halkan waa caasimada soomaaliya cid gaar u leh ma jirtay soomaaliyeed oo ka dhexaysa soomaaliyeed oo wada maalgashatay qabiil soomaaliyeed oo guri ku lahayn ma jiro dad qof soomaaliyeed oo halkan aan jaamacad kaga bixin ma jirtay ummadda soomaaliyeed halkan wada leh yaysa reer gaar usula haysiinin haddii arrinkaanu marka maalmahan dhacdhacaya oday xagga ka hadlay iyo dhallinyaraha inta ka hadashay iyo waxa la leeyahay soomaaliya kusii kala tegaysa waxaan rabaa kale inaan ku daro social media in qof madax laga caayo inta lacag la siiyo ayadana waa la yaqaanaa meesha ay kasoo bilaabatay waa la soo koobiyey keliya meesha xumaantii la tirtiri lahaa wixii shalay qaldanaa ee dadka lagu sameynaya meeshii la tirtiri la baabi'in lahaa waa la naaxiyey maanta waa dhacaysaa waad arkaysaa social media ama tiktok waxa markaasaa u fiirisid waxa ka dhacaya looma joojinayo xagga ay ka baxaysaa waa la dardaraa ma garanaysa waxa dhacaya war waxaasu sax ma ah waxaan shalan ka soo dagaalanay wada tii hoosoo xirmaysood u jeedo oo kiyaaro cagaar ah oo doog kaaga dhigaay yaan la gashanin xaqiiqdan usoo laabanan lahay aniga dalkan wada jirkiisa waa kugu san iyo walaalow iyo walaalow waaye weli annaga meesha qof kastoo madax ah oo halkaas u imaada meesha uu ka fikiraay heerkaas weli soomaali ma gaarin waan inaan ognahay cadowgeena gudaha ku jira ee argagixisada ah iyo midka dibadda oo ka daran midkaas argagixisada waa inaan ognahay qof kasta oo soomaali ah oo wax qaba wax tabanay waa inaan intaan gurigiisa ugu tagnaa aan u hooyanaa qabiil haddii dowlad lagu noqonayo waddankan war loris iyo hogaamiye kooxeedyo wada awood badan ayaa soo maray quruxda maanta magaaladan ay qabtana ma aysa qabin qolo kastaa meela u xirneed xaafada u xirneed garoonkaana ma shaqaynayn dekadana ma shaqaynayn dowladnimada yarta oo la helay ku hana qaadeen war wax yarkoon haysan sida lagu keeno qof kasta oo soomaali xogaal u yahay ha la ilaaliyo waa aniga taladayda aad iyo aad buu mahadsan yahay xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan aad baa ugu mahadsantaa wareysigaaga iyo sida aad nooga aqbashay aad baa intaan mar kale kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu